فراخ الأمهات، هنطلع منها الصدر بانيه، هنعمل منه ستريبس ونعمل منه بانيه شرايح، وهنطلع الوراك شيش، سواء هتعمل منه شاورما أو تعمله شيش وتشويه واحدة واحدة وخطوة خطوة مع بعضينا. فرخة أمهات كبيرة مصدرة حوالي 4.5 كيلو. كده بنطلع الصدر بانيه. طبعا الأمهات كبيرة عجوزة، أول ما تشد الجلد بتاعها زي كده بيبقى لازق، لأنها عمرها كبير، بتبقى ممكن تعدي سنتين. بس اللحمة بتاعتها خطيرة، وتتفرج على لون اللحم بتاعها من جوه، حاجة اللي هي المعتقة دي، بتبقى ايه، حاجة بسم الله ما شاء الله، طعم وشوربة الله أكبر عليها. هنا هو بنقطع الوراك، بنشيل الوراك، هنعمل الصدر بانيه الأول، نعمل منه شرايح وستريبس الأول، بعد كده هنروح على الوراك نقطع منها جزء، ونعمل الجزء التاني شاورما وشيش طاووق. هنبدأ بالصدر، طبعا العظم ناشف، تبدأ السكينة مش زي الفراخ الصغيرة، لازم تشد على السكينة بحيث ان هي تقطع معاك سريع، وما تخليش فيه، ما تبقاش مهري، عكس الفراخ التانية البيضة بتبقى طرية شوية عن كده. هنا بنشيل الصدر خالص اهو، بص نشف ازاي، عظم ناشف، لكن هو مطلوب، الطلب المطلوب مطلوب كده، فاحنا لازم نأدي الطلب اللي مطلوب. نبدأ نسلك الصدر اهو، هناك بقى لما بنشد كده بنشد على طول، لان العظم طري والصدور بتبقى طريه، لكن هنا بايه، بواحده واحده، بحيث ان احنا ما نهريش اللحم. وادي الجناحات بتاعتها، بس هتخبط بالسكينه عشان نشيلها، مفيش عايزه سواتير مسنونه. هنطلعهم بطريقتنا احنا، طلعنا الرقبه بالسلسله، ده كل واحد وليه طلبه، وده طلب زبون، فقلنا برضو ايه، نوريكم الطلب ده لعل وعسى تستفادوا منه تشتروه. اللي بيحبش العظم في الفراخ الامهات، يعني بيحب يبقى ياكل لحم بس من غير عظم وتستوي معاه على طول، دي طريقة برضو. ممكن تقطع الصدر ده قطع لحمة، مش شرط استريبس وبانيه والكلام دوت، بس بيبقى ناشف شوية. هنا هنطلع الاستريبس، طبعا الموزة هنا غير الموزة هناك، هنا كبيرة فهنقسمها صوابع اكتر من الموزه اللي هي التانيه بتاعت الفراخ البيضه العاديه. هنا الشرايح اهو، هنطلع الطويله دي نعملها ستريبس، وبعد كده ناخد الايه، الشريحه دي الباقيه نعملها بني. نصيحه بقى، لو انت عايز تعملها، لو انت تعملها في البيت ولا حاجه، حاول تخلي الفرخه في والصدر يفرزن شويه، مش يتلج، يعني يفرزن شويه، خليه يبقى ايه، متلج شويه من اهو، عشان خاطر السكينه تمشي معاك، لان الصدر ده الفتل اللي فيه او العروق اللي فيه هتتعبك، لكن لما بتسقع شويه بتخلي الدنيا ايه معاك رايقه بامر الله. هنا اهو نطلع الاستريبس، كده خلصنا الاستريبس اللي هنطلعه من الصدر. هنبدا بقى نقطع الشرايح، شرايح عريضة لأن الصدر عريض وكبير ورقيقة، عشان خاطر احنا ايه، تلجنا البانيه شوية بتاع الأمهات بيبقى تخين أصلا، فاحنا لما تلجناه شوية خلينا الدنيا ايه، بقت قريقة شوية. كده خلصنا البانيه أهو، وأدي الستريبس ده اللي عايز ياكل أمهات بس مش عايز يسلقها ولا الكلام ده، وده اللحم اللي الورك هنعمله شيش اهو. جيت عين العضميه لقيتها ايه، لا مش جايه معانا ايه سكه. طب ايه، الزبون كان قاعد طبعا، اقترحنا ان احنا نقطعها يبقى فيها جزء من اللحم وتتسلق، ويعمل منها الايه مع الجناحات مع الرقبه، منها من ايه شويه الشوربه اللي يعمل بيهم شويه المحشي بامر الله. نفس النظام هنا اهو، خدعنا له السلسله معاها جزء من الورك كده، حته لحم من الورك اهي، تتسلق مع الجناحات، يبقى هو استفاد. هنا هنشيل الجلد من على الفخده بتاعت الورك، ناشف، جلد ناشف بصراحه، يعني
موضوع متعب شوية بس ايه، تجربة حلوة، تجربة كويسة وطريقة يعني ايه، ممكن ايه في ناس كتير او ما كانتش تحب الامهات عشان بتستوي وبتاخد وقت في السوا كده، بالطريقة دي مش تاخد سوا بأمر الله. كده شلنا الجلد اهو، هنبدأ نخلي الوراك. بص اللحم جوه عامل ازاي، عامل زي البط اللي انا بقول اللي بنشره، لحم احمر من جوه من كتر ال عتاقي، وخلاص بقى بقت بيترمي لها مثلا مش علف بس، بيترمي لها علف وتشيشه وحته فول وعلف بياض عشان خاطر دي الامهات بتاعت البيض. هنطلع الشيش، العضمايه بتاعت الورك نفسها عضمايه ناشفه ناشفه جامد. بالعافية، لازم سكينة كبيرة عشان تعرف تفصل الليلة ديك. جبت السطور وعملتها بس موريكوش. ادي فردة الشيش، نفس النظام الورك التاني، عضمات تخش في خناقات دي مش عضمات. عاملة زي عظم الديوك البلد العتاق الكبيرة المعتقة. سلكناها برضو بالسطول زي ما سلكنا الأولانية. وادي الفردة التانية، هنا بقى هنعملهم شيش طاووق اللي هو القطع الصغيرة. ممكن تعملوا شاورما وممكن تشويه على بعضيه، بس انا شايف الافضل ان هو يبقى شاورما او شيش طاووق. كده اللي الشيش اللي قطع الشيش المكعبات، بس الكلام ده عايز يتبل يقعد مثلا اقل واجب يوم كامل في التتبيلة عشان خاطر تشرب كويس تتبيلة وتضطر شوية بحيث ان هي لما تستوي ما تنشفش. بإذن الله يكون الوصفة عجبكم او الطريقة عجبتكم، اللي نفسه في الفراخ الامهات ياكلها ونفسه يشرب شوربتها يعني، دي تجربة. ودي ممكن تعملها شوربة خضار برضو بالقطع اللحم ديك، برضو هتبقى كويسة جدا. دي تجربة اهي، بدل ما تقعد بقى عظم والليلة اللي انت متحبهاش ديك، دي برضو ايه مخلية وطريقة جديدة. الشغل ده شغل بيتي مش شغل محلات، يعني مفيش محل هيبيع الكلام ده. لو في محل هيبيع الكلام ده بصراحة انا ما ببيعوش. الفرخة خدها واعمل لك اللي انت عايزه فيها. ده الشيش طاووق اهو، والحمد لله تمت على خير.